أميرة؟ ماما؟ أنت شو عم تعملي هون؟ إذا شلتي الرسومات عن باب الحمام قصدك ما رح يتغير. أنا بكره كون بنت، مفهوم؟ ماما، كل شي عم يتغير فيني، جسمي عم يتغير، بكره حالي وبكره نظراتهم كلها إلي. أميرة، افتحي الباب حبيبتي. أنا رحت على حمام البنات وحمام الكبار وبلشوا يضايقوني، قالوا لي كمان أنت كئيبة. البنات سخيفين، كان لازم تخبري أمك. ماما، ليش ما بيصير هيك مع الشباب؟ ليش هيك عم يصير معي؟ عم تكبري، هذا هو النمو، لهيك في كتير شغلات رح تتغير وجسمك رح ينمو أكتر وعم يتطور، رح تصيري صبية، ما تتضايقي. أوف لا، طيب والصبيان؟ هن رح يضلوا هيك بدون ما يتغيروا؟ كمان الصبيان بيتغيروا، رح تشوفي قديش حلوين لما تشوفي نيكي عم يتغير وصوته رح يقسى كمان، رح يصير خشن، رح يكون عنده شوارب وكمان نص دقنه بوشه. ولما تخلصي من هاي الفترة الحرجة رح تكوني أنثى كلها حيوية. شو رأيك اشتري لك أول تياب نسائية للتدريب؟ يلا نروح على السوق. هلا؟ إيه يلا. هاي شو عم يدور براسك؟ عشو عم تتفرجي؟ يا لطيف هالبنت شو بتشبهني؟ أمانة تعال تطلع على المجلة. أكيد طبعاً بتشبهك، نحن أعطيناهن إياها، شو رح تستفادي إذا فكرتي بهالشي؟ فينا نحصل على كتير شغلات من هالشي، مبين عليها كتير غنية. شايفة هاي؟ هاي مبينة منيحة. إيه شكلها منيحة، بس أنا حبيت هاي. ناخد هاي كمان، والزرقة مثل ما أولادي عم يكبروا وكمان جسمهم عم يكبر، البلوغ شي صعب نتعامل معه، ما بصير نحط حواجز وإلا منخسرهم. حاجتك بقى رح تنزعها. ماما ليكي هاد الكيك إليك. هاي لألي؟ كان هالشي كتير سهل على أهل. إنه أخي بده يلبس شورت وأنا بدي ألبس تنورة، كان زمن تاني، بس اليوم أنا ما بدي هالشي يتكرر مع أولادي، بدي إياهم يعرفوا كتير منيح إنه ما بدي يعيشوا ضمن قواعد معينة. ما عاد في طابة؟ لا ما عاد في. وهنن عم يكبروا فيهم يحطوا علامة على صندوقهم وفيهم كمان يلاقوا شخصيتهم مع بعض، وإنتوا بتعرفوا إنه الطفل بيقدر يعطي حياة للأم. إذا تبدل هالشي هو بيعطي حياة لاثنين، وبوقتها هذا الجدل كله رح يكون خلص من زمان، وموضوع تحديد الجنس هو طفل بيقدر يعطي روح للأهل. مع تحيات الأم العقلانية.